المركز الأول، والناموس والسلامات اتجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى دبي، وبالتخصيص إلى منطقة مرغم، هذه المنطقة الجميلة التي دائما نبعث لها السلامات والتحيات الصباحية والمسائية. فتهانينا والناموس على هذا الفوز لسالم بن راشد بن حمد بن غدية. ينطلق شوطنا أيضا السادس في مجموع أشواطنا لهذا الصباح. أترك الكلمة للزميل الكريبي بن جابر المغري ليواصل التعليق بصوته الجميل البلبلي على هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شكرا لسيف بن عمير على تواصله في الشوط الذي انقضى قبل قليل. تواجد مع ايضا شوطنا الخامس، هذه انطلاقه الشوط السادس بتعداد اشواط هذه الفتره الصباحية بانطلاقات ومنافسات وهدير الزمول، وانطلاقة مسافة 8 كيلومترات بمنافسة وبحث عن السيارة تويوتا كروزر بيكاب، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة. أتواجد وانطلق مع أول المراكز ليرى المقدمة وأرى الشفاف حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري يقدم لنا الشفاف مع المقدمة. المركز الثاني يتواجد صقان عثمان بن ضيف الله بن عايض الجميعي، والمركز الثالث يتقدم الباز لمحمد بن سالم بن محمد الربيط مع المركز الثالث ورابع المراكز. أتابع تقدم الأسماء وتواجد الريال سعيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري مع المركز الرابع بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة المميزة، وخامس المراكز تواجد بهذه اللحظات وينطلق بهذه الانطلاقة الثنائي لمحسن بن حزام بن راشد بن انديلة. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المنطلقة، الخمسة الأسماء المتنافسة بهذه الانطلاقة الأولى، كما ننوه بأن الفائزة بالشوط الماضي الخامس في المجموع هي سلابة المملوكة لمحمد بن راشد بن غدير، سلابة النواميس، سلابة السيوف، صاحبة السيف في الموسم الماضي في مهرجان المؤسس. في هذا المهرجان أتت وقدمت كمشاركة تجهيزية للسباقات القادمة بإذن الله تعالى. ترقبوا هذا الاسم وترقبوا أيضا شعار محمد بن راشد بن غدير، نتمنى له التوفيق. إذا نعود مشاهدينا الكرام إلى مجريات هذا الشوط، إلى الانطلاقة المميزة، إلى المسيرة الجميلة من قبل هذه الانطلاقة ومن قبل تواجد الشفاف، الشفاف على المقدمة وعلى الصدارة وعلى الانطلاق، يقود زمام الأمور، يسيطر السيطرة التامة على المقدمة وعلى الصدارة، يحمل شعار حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري مع أيضا انطلاقة الأولى. المركز الثاني يتواجد الباز، ماركة الباز، سلالة الباز تثبت الوجود بهذه الانطلاقة مع محمد بن سالم بن محمد الربيط. والمركز الثالث يتقدم مع ثالث المراكز السنافي، وهو سنافي لمحسن بن راشد او محسن بن حزام بن راشد بن انديلة، من يقوده بايضا عملية الملكية والتضمير. والمركز الرابع، رابعا نتابع التقدم من الريان على المركز الرابع بنقلة حية من قناة الريان الفضائية، في أيضا لقطات جميلة مع انطلاقة الريان مع المركز الرابع بهذه اللحظات. تعود الملكية لسعيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري مع أيضا انطلاقة شعار بن حبيبة، هذه الانطلاقة. والمركز الخامس التقدم والوصول من قبل متعب لسعيد بالمر بن حلوة الاكتب، يقدم متعب ليتعب المشاركين بتواجده لأول ندى، وكذلك ليريح مضمره بانطلاقته المميزة وليستريح المضمر بتواجد متعب مع المركز الخامس ومع الأسماء المميزة ومع الأسماء المنطلقة في نداء الثاني. أراقب أسماء خلف الخمس لم يحن موعد تواجدها بالانطلاق
نتابعها في الكادر الأسفل في لقطة جميلة. شكرا يا أبو شارب المخرج علي أبو شارب من يلتمس اللقطات المميزة، لقطات حية من أرضية الميدان واقعية بالانطلاقات وبالتواجد الجميل. هذه هي الزمول وهدير الزمول وانطلاقات بحول المستقبل مع أيضا هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة. نتابع هذه اللقطة الجميلة، هذه الصورة الجميلة والرائعة من انطلاقة أيمن الميدان ومن أيضا انطلاقة الزمول وانطلاقة الأسماء المتواجدة والأسماء المنطلقة. تزايدت الأعداد وتزايدت الأرقام، فإن دل ذلك يدل على نجاح هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله وطيب الله ثراه، مع أيضا انطلاقات ومنافسات هذه الأسماء في آخر يوم وآخر ملتقى في هذا المهرجان وفي هذا العرس الذي أيضا رافقناه بالمحبة والمودة مع الملتقى الخليجي لأبناء القبائل وبشعارات السمو والشيوخ. إذا نعود بحضراتكم إلى مجريات هذا الشوط، أعود مع القيادة، أعود مع الريادة، وأعود مع الشفاف. ما زال هو الغايد لمجريات هذا الشوط، وأيضا حمد بقريفيق بن خالد الهاجري يمن النفس بانتزاع أيضا الشفاف لجائزة هذا الشوط بتقدمه الملحوظ وبتواجده مع الصدارة ومع المقدمة الثاني المراكز النقلة مع المركز الثاني. أتابع تواجد وتقدم السنافي لمحزن بن راشد أو محزن بن حزام بن راشد بن انديله المري، والمركز الخامس أو المركز الثالث بالفعل بعير بن ديله يحمل الرقم 5، ولكن هنالك من تسلل من يحمل الرقم 43 يتواجد الشعال. وصل الشعال لأول ندى ينطلق مع المركز الثاني. الشعال الملكية لعوض بن حمد بن سعيد الزرعي من يغودي بعملية التضمير. المركز الثالث يتواجد السنافي محسن بن حزام بن راشد بن ديله، مع ثالث المراكز يتواجد شعاره شعار بن ربيط مع المركز الرابع. أتابع التواجد من الباد على رابع المراكز محمد بن سالم بن محمد الربيط المري مع المركز الرابع وخامس المراكز. التواجد من الريان، الريان تعود المكان سعيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري مع المركز الخامس، واحد ابناء هذا الميدان يقدم لنا انطلاقه ومشاركه قويه مع انطلاقه المركز الخامس. بدات الاسماء تتسلل بهذه اللحظات بانطلاقاتها الجميله والملحوظه مع الاسماء الخمسه والمنطلقه والمتواجده من عمر هذا الشوط. وبدات الشعارات، بدات الشعارات تقترب تقترب شيئا فشيء من الاسماء المتقدمه والاسماء المتواجده في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه الكبيره من تواجد الزمول التي صالت وجالت في جميع الميادين في المحافل المحليه والخارجيه وايضا في السباقات المحليه. تتواجد هذه الشعارات وتتواجد هذه الزمول المنطلقه والاسماء الكبيره بسجلات حافله بانجازات كبيره مع حصد الرموز وايضا تسجيل النقاط والسيارات الجوائز العينيه والجوائز النقديه. ما وصلت هذا السن الا ولها تاريخ حافل يشفع لها بايضا انطلاقاتها مع هذه المسافه الطويله مع مسافات 8 كيلومترات. اذا اعود لحضراتكم الى المقدمه، اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه والى الانطلاقه الاولى لارى الاسماء المنطلقه ولارى شفاف على المركز الاول. تواجد شفاف ويحمل شعار حمد بن كثير بن خالد الاحتفال مع الصداره مع المقدمه مع القياده. المركز الثاني يتقدم الشعال بالاشعل المنافسه، اشعل المنافسه بهذه اللحظات. عوض بن حمد بن سعيد الزرعي يشعل فتيله هذا الشوط ويقدم لنا الشعال مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل غيار من يغار على ناموس هذا الشوط مع انطلاقته مع المركز الثاني. جابر بن حمد بن متعب المنخس المري مقدما لنا خيار بانطلاقاته الكبيره ايضا لحوايد هذا البعير
المركز الرابع أرى وتابع القدوم من متعب سعيد بالمر بن حلوى التبي. المركز الخامس غادم بهذه اللحظات منطلقا بهذه الانطلاقة متواجد بهذه المسيرة ومتواصل بهذه الأسماء المميزة يتقدم مياس أو عناد عناد لعيسى بن ناصر بن عيسى بن طوار الكواري يطلق شعاره مع المركز الخامس. بدأت الأسماء تتضح بهذه اللحظات بدأت الانطلاقات بدأت المسيرة بدأ أيضا المنافسة المبكرة ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات أعطيت الأوامر أصدرت الأوامر على الأسماء ولكن ما زالت المقدمة الشفاف ما زال يقود مجريات هذا الشوط الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير بدأ هدير الزمول مع طرق الطبول تنطلق هذه الأسماء تتواجد هذه الشعارات الشفاف على المركز الأول حمد بن قريخ وخالد الهاجري ولكن غير بهذه اللحظات الشعال أشعل فتيلة هذا الشوط تواجد مع المقدمة عوض بن حمد بن سعيد السرعي المركز الثالث خيار جابر بن حازم متعب الملخص المري والمركز الثالث ينطلق بهذه اللحظات يتواجد مخلص حمد بن راشد بن حمد بن غدير وصل الواثق قدم مع مخلص ليخلص مجريات هذا الشوط المركز الرابع انطلق وغير المركز الاول يتواجد بهذه اللحظات بطاش ينطلق مع المقدمه الثانيه بخليل بن احمد الرميثي وقادم والشهيد مبارك بن سعيد بن محمد بالكيله ومتواجد متعب سعيد بالمر بالحلوه الاكتفي الثلاثيه على الصداره السياره ما زالت حايله طاير الناموس حاير طاير ولكن مع من بيطير الناموس مع من بيطير السيارة التيوتا بكروزر بكب ما زالت حائرة ولكن انطلق مع الصدارة والشهيد السلالة الشاهنية تثبت الوجود والتواجد في مثل هذه الأشواط نهني ونبارك لمالك والشهيد مبارك بن سعيد بن محمد الكيل على هذا الفوز المركز الثاني وصل على ثاني المراكز بطاش وصل المركز الثاني وصل بطاش الثاني بخليفة بن أحمد رميز المركز الثالث كان الوصول من قبل متعب لسعيد بالمر بالحلوة الاكتيف المركز الرابع كان التواجد من قبل مخلص لحمد بن راشد بن غدير الاكتيف المركز الخامس كان الوصول من قبل خامس المراكز صبيان الغدير بن حميد بن عبد العزيز الراشدي مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب إلى التوقيت الزمني لحظة وصول الشهير مع أول المراكز 13 دقيقة و20 ثانية الثانية التبريكات لزبا المبارك على هذا الفوز إذا نهني مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي على هذا الفوز المركز الثاني وصل متعب توقيت زمن 13 دقيقة 21 ثانية 64 زمن الثانية نهني ونبارك سعيد بالمر بن حلوى الاكتبي المركز الثالث وصل على ثالث المراكز بطاش توقيت زمن 13 دقيقة 21 ثانية 70 زمن الثانية الثالث في الثاني بخليفة بن أحمد رميثي على هذا الفوز المستحق مشاهدينا الكرام شوط جديد ينطلق والزميل الفائز بغفاني تواصل بالتعليق مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية